السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من قناه فنحس. النهارده ان شاء الله نعمل الوحده دي، وحده جميله وسهله، تقدري بنفس الكيفيه تكبري وتعمليها مفرش كبير، او تكتبيها وحده وهنشبكها ونعمل بيها حاجات تانية، او تعمليها مفرش صغير قواعد اطباق او قصر صغير لذيذ وسهل جدا. بسم الله. بسم الله. هستخدم خيط اليزا ديفا، وممكن تستخدمي اي خيط متاح عندك، او تستخدمي واستخدم ابره ستانلس رقم 3. هعمل عقده بدايه ايا كان العقده اللي تريحك اهي كده. هعمل 8 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8. هدخل في اول غرزة انا عملتها واخد لفة واطلع بغرزة منزلقة، اطلع من الحلقتين، تمام؟ دي اسمها منزلقة. الخيط ده خليه معايا كده وانا شغالة علشان يتدارى معايا. 3 سلسلة، 1 2 3. هاخد لفة وادخل جوه الحلقة دي، واخد لفه واخرج، لفه واخرج من الحلقتين، لفه واخرج واسيب الحلقه الثانيه على الابره، لفه وادخل جوه الحلقه الكبيره تاني، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، معايا 3 حلقات على الابره، هاخد لفه واطلع منهم كلهم سوا. انا عملت 3 اعمده مجمعين من اعلى، 3 سلاسل، 1 2 3. هاخد لفه وادخل جوه الحلقه، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين واسيب الثالثه على الابره، لفه وادخل جوه الحلقه، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين واسيب الثالثه على الابره، لفه واخرج وادخل جوه الحلقه، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين واسيب الثالثه على الابره. معايا 4 حلقات على الابره، هاخد لفه واطلع منهم كلهم سوا. ده بالنسبه لاول واحده بيبقى 3 حلقات بس، بعد كده كلهم 4 حلقات على الابره. سلسله، 2 3. هاخد لفه وادخل جوه الحلقه دي، لف واخرج، خلي بالك عشان في ناس بتغلط وتخش هنا، لا، اخد لفه وادخل جوه الحلقه دي، لف واخرج، لف واخرج من حلقتين وسيب الثالثه على الابره، لف وادخل جوه الحلقه كبيره، لف واخرج، لف واخرج من حلقتين وسيب الثالثه على الابره، لف وادخل جوه الحلقه كبيره، لف واخرج، لف واخرج من حلقتين واسيب الثالثه على الابره. 4 حلقات، هاخد لفه واخرج منهم كلهم سوا، 3 سلاسل، 1 2 3. لفه وادخل جوه الحلقه الكبيره، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه وادخل، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه وادخل، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين. 4 حلقات على الابره، اخد لفه واطلع منهم كلهم سوا، 3 سلاسل، 1 2 3. انا عملت مجموعه 2 3 4، هعمل كمان 4 يبقى مجموعهم برضو 8. اخر السطر معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 وحدات، وعملت 3 سلسله والخيط اختفى معايا اهو، داير ما يدور، وهقصه علشان اتخلص من الزياده. هشبك فين بقى؟ شايفين التجمع ده؟ في اول اهو السلسله اللي مجمعاهم هنا اهو، واقفل، اخد لفه واقفل بغرزه منزلقه، اطلعها من اي حاجه على الابره. هدخل جوه الفراغ ده واخد لفه واطلعها من الحلقه دي، هعمل سلسله واعمل حشو جوه نفس الفراغ ده كده. هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. في الفراغ اللي بعديها هعمل حشو، 1 2 3 4 5. في الفراغ اللي بعديها هعمل حشو، 1 2 3 4 5. في الفراغ اللي بعديها هعمل حشو، وهكذا لغاية ما اخلص كل الفراغات دي. هعمل 5 سلسلة حشو في كل فراغ. اخر السطر بقى عندي 1 2 3 4 5 6 7، وادي رقم 8 معايا. عملت 5 سلسلة وهقفل في غرز الحشو، ادخل جوه الحشو كده واخد لفة واقفل بمنزلقة. هدخل جوه الفراغ ده واعمل
منزلقة. ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. هاخد لفة وجوه الفراغ نفسه هعمل عمود، لفة وهعمل عمود جوه نفس الفراغ. كده عندي ثلاث سلاسل بدل اول عمود، عمودين جنبيها هيبقوا ثلاث اعمدة. ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. لفة جوه الفراغ نفسه هعمل ثلاث اعمدة كمان، يبقى عندي ست اعمدة بينهم ثلاث اعمدة، ثلاثة وثلاثة وبينهم ثلاث سلاسل. تمام. هاخد لفة وجوه الفراغ اللي بعديه على طول هعمل ثلاث اعمدة، واحد اتنين تلاتة. ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، جوه الفراغ نفسه ثلاث اعمدة، واحد اتنين تلاتة. يبقى انا جوه الفراغ عملت ثلاث اعمدة، ثلاث سلاسل، ثلاث اعمدة، ورحت لازقة فيهم على طول ثلاث اعمدة في الفراغ اللي بعديها، ثلاث سلاسل، ثلاث اعمدة في نفس الفراغ اللي بعديها. هاخد لفة، هنقل الكيرف اللي بعديها او الفستونة اللي بعديها، يبقى هعمل ايه؟ برافو، هعمل ثلاث اعمدة على طول. ادي واحد اتنين تلاتة، ثلاث سلاسل وثلاث اعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة. طيب انا هنقل في الفستونة اللي بعديها، يبقى هروح لازقة على طول من غير ما اعمل سلاسل، ثلاث اعمدة في الفراغ اللي بعديها، ثلاث سلاسل. طالما عملت ثلاث سلاسل يبقى هعمل ثلاث اعمدة فين؟ في نفس الفراغ، وثلاث اعمدة في نفس الفراغ. يبقى انا يوم ما اعمل ثلاث سلاسل يبقى الاعمدة اللي بعديها هتبقى في نفس الفراغ، مش هعمل سلاسل يبقى في الفراغ اللي بعديه. يبقى انا كده اهو اهي كله جوه فراغ، ثلاث اعمدة، ثلاث سلاسل، ثلاث اعمدة، وبعدين اروح نقل على بعديها على طول اعمل ثلاث اعمدة، ثلاث سلاسل، ثلاث اعمدة. اخر السطر عملت ثلاث اعمدة، وهنا مفيش سلاسل، فهشبكها فين؟ واحد اتنين تالت سلسلة من تحت بغرزة منزلقة. تمام كده. هعمل منزلقة فوق العمود الاولاني، هدخل فوق العمود كده واعمل منزلقة، ادخل فوق العمود اللي بعديها واعمل منزلقة، جوه الفراغ واعمل منزلقة. ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، عمود جوه الفراغ نفسه، كمان عمود جوه نفس الفراغ، ثلاث سلاسل، ثلاث اعمدة جوه نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة. ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. هاخد لف، هسيب الثلاث اعمدة دول وثلاث اعمدة دول، يعني هسيب الستة، وجوه الفراغ اللي بعديها هعمل ثلاث اعمدة. ادي واحد اتنين تلاتة، ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، جوه نفس الفراغ ثلاث اعمدة، واحد اتنين تلاتة. ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هسيب الست اعمدة دول، وجوه الفراغ ده هعمل تلات اعمدة، تلات سلاسل، تلات اعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، تلات اعمدة في نفس الفراغ. يبقى هعمل جوه كل فراغ تلات اعمدة، تلات سلاسل، تلات اعمدة، وبعدين تلات سلاسل، هسيب الست اعمدة اللي تحت، وفي الفراغ اللي بعديها تلات اعمدة، تلات سلاسل، تلات اعمدة لاخر السطر. اخر السطر هشبك في اول سلسلة من فوق او التالتة من تحت بغرزة منزلقة. تمام. اللي هي الاولى من فوق هي التالتة من تحت. اوكي. هعمل منزلقة فوق العمود اللي بعديها، منزلقة فوق العمود اللي جنبيها كده، واضحة؟ منزلقة جوه الفراغ، ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. هاخد لفة جوه الفراغ ده نفسه، هعمل تلات عمودين كمان، تلات سلاسل بدل اول عمود، وكمان عمود، يبقى كده عمودين، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تلات اعمدة جوه نفس الفراغ. ادي واحد اتنين تلاتة،
تلات سلاسل، 2 سلسلة، 1 2 في الفراغ اللي في النص ده. بصي انهي فراغ ده اللي بين الصدفتين، 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، دول اسمهم صدفة. مجموعة أعمدة، مجموعة أعمدة وبينهم سلاسل، دي اسمها صدفة. بين الصدفة والصدفة في فراغ هنا اهو، هدخل فيه كده واعمل غرزة حشو. 2 سلسلة، 1 2 جوه الفراغ ده، 3 أعمدة، 1 2 3، 3 سلاسل، 1 2 3، 3 أعمدة في نفس الفراغ، 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2 جوه الفراغ ده هعمل حشو، 2 سلسلة، وجوه الفراغ ده هعمل صدفة، 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، 2 سلسلة، 1 2 جوه الفراغ اللي بعديها هعمل حشو، 2 سلسلة، وارجع جوه هنا اعمل صدفة تاني. وده شكلها لغاية اخر سطر. اخر السطر عملت 2 سلسلة، هشبك في اول سلسلة من فوق او اللي هي رقم 3 من تحت بغرزة منزلقة. وده شكل السطر دلوقتي. كل سطر نفس البداية ونفس النهاية، فانا بعد كده هعمل الصدفة دي ونكمل بعديها. هعمل منزلقة فوق اول عمود، منزلقة فوق تاني عمود، منزلقة جوه الفراغ، 3 سلاسل، 3 أعمدة، عمودين كمان، يعني دي تلت عمود، 3 سلاسل، 3 أعمدة في نفس الفراغ، 1 2 3. اوكي خلاص، انا كل مرة هبدأ البداية دي عشان نوفر وقت. 2 سلسلة، 1 2 هاخد لفة، شايفين الحشو اللي احنا عاملينها دي، هدخل فوقيها كده واعمل عمود، 2 سلسلة، هاخد لفة جوه الصدفة دي، هعمل صدفة عبارة عن 3 أعمدة، 1 2 3، 3 سلاسل، 3 أعمدة في نفس الفراغ، 1 2 3، 2 سلسلة، هاخد لفة فوق الحشو اللي احنا عملناه الدور اللي فات، هعمل عمود و 2 سلسلة، وبعدين هنا صدفة، 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، 2 سلسلة، عمود فوق الحشو، 2 سلسلة، وهنا صدفة زي ما هنكمل. ده شكل السطر دلوقتي احنا في السطر، ادي 1 1 2 3 4 5 6 7، السلاسل دي سطر بس مش محسوبة، يبقى 1 2 3 4 5 6، ادي رقم 7. عملت الصدفة اللي قلت لكم عليها، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، واخد لفة فوق العمود ده، هعمل عمود، 2 سلسلة، عمود فوق نفس العمود، مثلث مقلوب كده، 3 سلاسل، 1 2 3، هاخد لفة جوه الصدفة دي، هعمل صدفة عبارة عن 3 أعمدة، ادي 1 ادي 2 ادي 3، 3 سلاسل، 1 2 3، 3 أعمدة في نفس الفراغ، 1 2 3. اوكي تاني، 3 سلاسل، 1 2 3، هاخد لفة فوق العمود ده، هعمل عمود، 2 سلاسل، عمود فوق نفس العمود، يبقى بره 3 وجوه 2، وبعدين بره 3، 1 2 3، وهنا صدفة، 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، 3 سلاسل، عمود فوق العمود اللي في النص ده، 2 سلسلة، وعمود فوق نفس العمود، عملنا مثلث مقلوب كده، 3 سلاسل، وصدفة جوه الصدفة.
في السطر ده الصدفة اللي في الأول عملت 3 أعمدة، هعمل سلسلة واحدة وتلات أعمدة في نفس الفراغ. 1 2 3 اتنين سلسلة في الفراغ اللي بعديه على طول هعمل حشو، 2 سلسلة هاخد لفة جوه المثلث المقلوب ده هعمل 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلة 3 أعمدة في نفس الفراغ، 1 2 3 اتنين سلسلة حشو في الفراغ اللي بعديها على طول، 2 سلسلة هنا 3 أعمدة، سلسلة واحدة 3 أعمدة في نفس الفراغ، 1 2 3 اتنين سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، 2 سلسلة هنا في الفراغ المثلث المقلوب 3 أعمدة، سلسلة واحدة 3 أعمدة في نفس الفراغ، سلسلة 2 سلسلة وحشو في الفراغ، وهكذا لغاية ما اخلص السطر كله. بس هتلاقي واحد بارز لفوق وواحد نازل لتحت كده. وده شكل الوحدة دلوقتي. تقدر تعمليها كوستر للأطباق أو للكاسات، لو انت عايزة تعمليها أصغر شوية تعمليها أصغر شوية، تعمليها للأكواب أو تعمليها مفرش صغير كده للنيش، أو تعمليها وحدة وتشبكيها وتعمليها حاجة تانية. في حاجة احنا ممكن نكبر عن كده وتعملي هنا غرز أناناسة في الأجزاء دي، ودي تفضل دي تفضل ثابته زي ما هي، وبعدين تعملي غرز اناناسه هنا ويكبر على كده. بس انا المره دي هعمل لكم الشكل ده، شوفوا فكروا ممكن نعمل بيه ايه. انا هعمل لكم بيه مشروع حلو قوي ان شاء الله. نكمله الفيديوهات الجايه. اشوفكم على خير، فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.